السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع جميل بالذكاء الاصطناعي اسمه design.ai. الموقع ده فيه خدمات كتيرة بالذكاء الاصطناعي، زي انه يحسن لك الصورة، زي ان هو يحذف جزء من الصورة او يعمل انسيرت او يحول لك صورة لصورة تانية، او تديله تكست يجيب لك صورة. هبدأ اقول له نيو بروجكت ونبدأ كده مشروع جديد ونشوف الامكانيات بتاع الصورة. بيقول لي ايه الابعاد اللي انت عايزها. طيب هبدأ ان انا احط الصورة بتاعت كونان ادي جاوا اهو، بسحب فبيبدا ان هو يعمل ادراج للصوره. تقدر تحذف جزء، يعني تعمل سيلكت على جزء وتحذفه، او تعمل ريموف للخلفيه، او تعمل سيلكت لجزء معين، او تعمل شير للصوره. طيب خلينا اقول له ايمج تو ايمج واعمل سيلكت للصوره دي، وممكن ارفع الصوره من هنا. طيب البرومت اللي انت عايزه، خلينا نختار بقى الستايل مثلا دي رياليستيك، تمام، واقول له مثلا الفيس ماتش، الكلر ماتش لو انت عايز يلتزم بالكلر الموجود. لو انت عندك حاجه ابيض واسود وعايز تغير لونها، ممكن تشيل العلامه ديت. ممكن هنا تكتب اي وصف انت عايزه للصوره، فانا اقول له جنريت وابدا اشوف الصوره اللي هيحصل لها. هو يعمل لنا اربع صور واحنا نختار انهي صوره فيهم الافضل. طبعا انت لما بتغير الستايل هنا الصورة كلها بتتغير زي ما نشوف مع بعض. بيقول لي ان في شغل بتعمل عند حد تاني، لان النسخة ببلاش. لو النسخة بفلوس خلاص بيبقى ليك الاولوية. تعال نشوف الصور. عندي الصورة ديت، عندي الصورة دي، الصورة ديت، الصورة دي. طبعا هي اكتر صورة عجباني ديت. هو بيقول دبل كليك عشان تحطها في الكانفاس. طيب خلينا ناخد دي كده دبل كليك دبل كليك دبل كليك دبل كليك، وتعالى نروح للليارات. فتيجي تلاقي الليارات اهيت، دي اول واحده، تاني واحده، تالت واحده، رابع واحده، ودي الاصليه. فانت هتشوف بقى انهي واحده اللي عجباك، وهي دي اللي هتفعلها، وهي دي اللي انت هتقدر ان انت تسيفها، وتقدر ان انت تشاركها، تعمل لك سبورت، هتساب مجانا. مجرد بس بكتب اسم الموقع هنا، عايزة بي ان جي. السكيل ممكن اقول له 2x، ده يبقى مجاني. الووتر مارك دي اساسية مدام هو مجاني. طبعا ممكن تجرب نفس الحاجة، تقول له مثلا طب تعال نجرب ستايل تاني، ماشي، خلينا نكون موجودين على الصورة الاصلية. تمام، نعزف ديت. وممكن تجرب بقى ستايل جديد بدل رياليستيك، يعني ممكن نختار مثلا حاجة من حاجات 3D، 3D ريندر، 3D بيكسل، واقول له بقى جنريت. ممكن تشيل الكلر ماتش، ممكن تشوف انت عايزه يلتزم بها قوة الالتزام بالصورة. طلعت معايا صور بالشكل دوت. اي صورة تعجبك دبل كليك، هيبدأ ان هو يحطها على الليارات اللي موجودة. طيب انا غيرت الستايل، تمام، خليته الستايل دوت، فجاب لي الصورة بالشكل ده، والصورة بالشكل ده، الصورة بالشكل ده، والشكل دوت. بس قلت له ما تلتزمش باللير كولر ماتش، قلت له لا مش عايز. الفيس ماتش قلت له التزم بالفيس، لان طبعا ده كونان يعني فشكله مميز، فجاب لي الصور بالشكل الجميل دوت. طيب خلينا اجرب حاجه ثانيه برضو بالمره. اقول له عايز مشروع جديد، وخلينا نعمل رندر لمبنى او الانتيريو ديزاين مثلا بالشكل دوت، وارفع صوره تكون موجوده عندي على الجهاز. بيكتشر ولكم مثلا صورة ديت، يبدأ ان هو يرفعها. او ممكن حتى تيجي الايمج تو ايمج وتعمل تقول له انا عايز صورة معينة، تدي له الصورة. هنا بقى الستايل، خليني اختار مثلا الانتريور، واختار مثلا الديزاين دوت، تمام، والفيس طبعا مفيش وجه موجود، كولر ماتش ما تختارهاش، ونقول له جنريت، لان كارو ماتش هيخليك ابيض واسود برضه، فيبقى احنا ما عملناش حاجه، احنا عايزين نلون.
وطبعا تقدر تلعب في المتغيرات دول الاستراكشر ماتش مثلا، بحيث هلتزم بيها بمقدار قد ايه. وتعالى بقى نشوف الحاجات الحلوة دي، اهو 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 اهو. طيب خلينا ندوس دبل كليك، وممكن تيجي هنا تدوس على الزرار دوت عشان تشوف قبل وبعد كان عامل ازاي. خلينا نروح بقى الليرات، بالشكل الجميل دوت. وبعد كده تعمل اكسبورت ل2 اكس وتسيب باسورد. انت بينزل لك نقط كل يوم فري، كل يوم مجاني، تمام؟ فتقدر انت تدخل على الموقع وتستفاد منه بشكل حلو.